السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غنصاوب معكم بنين. البنين ما تحل الكوتي إلا بالبنين. هنا جوج كيسان ديال العنبة ديال الطحين، وهنايا نص كاس ديال سنيدة سكر حبيبات، بيضة نص خمارة، الماء دافي، ملحة، زيت المائدة. غنبداو، غنديرو السكر، نضيف السكر، ملحة، صاصي ديال نص صاصي ديال الخميرة والخميرة ديال العجينة. أيضا أشهد لا إله إلا الله. هنا معلقة ديال الخميرة حبيبات، ونديرو بيضة، غنشبع. اللي بغى يكون أصفر يدير الخرقوم، أنا بغيت نخليه طبيعي. والزيت، زيت المائدة مقدار 4 كاس، وغنجمعو بالماء دافي. ملي غادي نجمع ونتلقى معاكم. انا كنعصرو العجينة رطبة، وغندير ليها شوية ديال الزيت، زيت المائدة، ونخليها تختمر. من بعد ما خمرت العجينة هي سرحتها، دابا غادي نقطعها، غنقطع كروات. نفس الجزء البيني ديالنا بعد ما كيتنفخو كندير عليهم الزيت بحال هكا باش يتنفخو مزيان. هانتوما كيف تتنفخو، نخوي على الزيت، نغسل العافية باش ما يتحرقوش لنا. انا منغسل العافية مزيان، البنات كنبقاو نديرو عليهم الزيت بحال هكا وكيتنفخو. شوف ها، شو هادا هما طاب، اش كيجاو
كيجيو روعه. نقصت لهم العافيه. هانتوما قد ما نطيحوا عليهم الزيت بحال هكا كنرشوهم بالزيت يتنحى. هانتوما شتي كيجيو محمرين. هادو شي شويه تخطفو بالعافيه شو مشكل. وهم فوالا البيني ديالنا هو طاب، جات هو منو غنعمرو بالكوفيتير، غندير ليه ندير ليه سنيدة وغنعمرو بالكوفيتير. حيت كاين اللي باغي عامر وكاين اللي ما بغاش معمر بالكوفيتير. كاين المربع وكاين المثلث، تا هو غنحلوه ونعمروه. جا شهوة منه، جا مفشفشتي غنقدم وغنتلاقى معكم. الفيديو ديال اليوم سهلة، انتم تشوفوا عامر الكونفيتير وجا شهوة منه وساهل. الفيديو ديالنا هو سهلة بيني بشكل جديد بشكل مربع ومثلث، مثلث هو عامر. متنساوناش بالتعليقات ديالكم وإصلاح البوتي، تفرح به الدراري الصغار والكبار. المهم كلشي تياكل البنين، لا الكبير لا الصغير. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على اللايك، دير أبوني باش القناة تطلع لقدام وتعطيكم الجديد. متنساوناش بالتعليقات ديالكم، الكلمات ديالكم الزوينين للي في برا واللي في الخارج. نشكركم على دعمكم، دعمونا لكي نعطيكم الجديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله. هذا هو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.